السلام عليكم، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة ان شاء الله تعجبكم. هنعمل الريش الضاني ومعها كام حتة لحمة كده برضو، وفيها عظم كله، يعني الريش فيها عظم واللحمة كمان فيها عظم. حلو قوي اللحمة اللي فيها عظم على فكرة يا جماعة، والله حلو قوي، بتتبيلة حلوة ان شاء الله تعجبكم، لان هي حلوة فعلا، سهلة وما فيهاش اي حاجات مكلكعة كده، لا سهلة وطعم خرافة. اتمنى الوصفة تعجبكم واعرف رأيكم، واللي مشتركش عندي يشترك، ويا رب الفيديو يعجبكم النهاردة. والوصفة زي ما انتم شايفين اللحمة دايبة، السوى بتاعها السوى المظبوط للحمة فعلا. والطعم نقول المكونات، سمي بالله ونصلي على الحبيب. هنجيب 3 بصلات وسط نقطعهم في كبة في خلاط اللي عندك بقى بالظبط كده، وعليهم طماطميتين وقرن فلفل حامي. لازم بس ما تكتريش، يعني ما تحاوليش تجودي وتكتري الفلفل عشان ولادك يعرفوا ياكلوا، كفاية واحد بس. ونحط عليهم 1/4 كوباية مية عشان تبقى سهلة وتنزل كل حاجة فيها، نحطها في مصفى وهي هتصفي كل حاجة. معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقة بابريكا، كل دي معلقة كبيرة، من المشاوي ما بتاخدش اكتر من كده، ما ينفعش نحط توابل تاني. نص كوباية زبادي كبيرة او كوباية صغيرة، تمام. ومعلقة عسل، العسل بيفرق طبعا في اللون، بيدي لون حلو قوي، هو البابريكا بصراحة بيدي لون حلو جدا، تمام. هنقلبهم كده في طبق كبير، والزبادي بتدي طراوة جامدة للحمة، خليها طرية كده وجوسي، تمام. هنقلب اللحمة جوه المحلول بقى الصوص، يعني زي ما تسميه، ونسيبها تقريبا يعني كده مش اقل من 3 4 ساعات، ويا ريت لو يوم كامل، يعني انت لو تعملها تاني يوم اعملها من بالليل وغطيها وحطيها في التلاجة، هيبقى الطعم طبعا احلى بكتير، فاهماني؟ بس انت مستعجلة 2 3 ساعات مش اقل من كده اهو، زي ما انت شايفة بايديكي كده، بس لازم تلبسي جوانتي او كرافز لان هيبقى ريحة الايد مش حلوة خالص عشان البصل، تمام. اهو زي ما انت شايفة الصوص اهو، او التتبيلة. انا جبت صينية كبيرة بس الفيديو الكاميرا ما كانتش بتصور للأسف، حطيت فيها 3 معالق زبدة و4 5 معالق زيت. لازم الزبدة بتدي لون حلو قوي للحمة، تمام. هنديها لون كده زي اللون انت شايفاه ده، ما تستعجليش عليها في القلب، سيبيها براحتها لغاية ما تاخد اللون وبعدين نقلبها على الناحية التانية. انت شايفة كده، هو اللون ده المظبوط، تمام. بصي احنا ايه، عشان الصينية شبه اتحرقت، هي ما اتحرقتش بس غمقت قوي، فلو عملنا فيها وكملنا السوا لا اللحمة يبقى طعمها مش حلو، فهنجيب حاجة تاني نسوي فيها، بس لازم تسخنيها، تخلي الحلة او الصينية الكبيرة سخنة برضو، هتنزلي فيها اللحمة اللي احنا ايه شوحناها في الصينية الكبيرة، الصوص ده ما يتكبش طبعا، ميه بتغلي ونحطها فيها وننزلها، تمام كده اهو زي ما انت شايفه. الميه ما نحطش ميه كتير، نحط كوبايه كوبايه، اللحمه تشربها ونكمل تاني لغايه ما تستوي. اللحمه لما تستوي في ميه كتير ما بتبقاش طعمها حلو، زي ما انت شايفه. ده بقى الصوص اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو الزبادي والبصل، ميه البصل وميه الطماطم والعسل، زي ما انت شايفه اهو اللون استوت سوا اللي المفروض تستوي اللحمه بصراحه، يعني هي بتقول لك تعالي كليني، شايفه الشكل والطعم، انا اقول لك عليه بقى الطعم حلو قوي بجد، والله حلو قوي،
يعني الخلطة دي او التتبيلة دي اعمليها للفراخ، اعمليها للحمة، حلوة ومش مكلفة، احلى من بتاعت بره بأمانة. هتجربيها وتقوليلي. طبعا اللمعان ده من العسل، اوعي تنسي معلقة العسل. انا باكل اهو وبدوق لكم، يعني شايفين حاجة كده ايه ما شاء الله. يعني هنحطها بس تحت الشواية تاخد لون لون، بس هي مش محتاجة والله، هي كده حلوة برضو، بس اهو زيادة التأكيد زي ما انت شايفة هي لونها مش محتاج، بس هنديها لون تحت الشواية بقى. نكون حاطين فحم على النار لغاية ما تطلع الصينية. هنعمل دلوقتي ايه؟ بصل اللي بيتحط تحت المشاوي. البصل ده حلو قوي، طعمه بقى احلى كمان من اللحمة، حلو جدا. اقول لك تحطي له ايه، انا ما عنديش سماق، انا حطيت ايه بقى، حطيت السبع بهارات ورشة فلفل اسود ورشة ملح. جربيها وقولي لي. وعلى البقدونس برضو نفس التوابل اللي هي سبع بهارات وملح وفلفل اسود، تمام. نحطهم على بعض كده وننزل عليهم بعد كده العيش والفراخ والريش. تمام، هنطلع الصينيه. اه شايفه يا جماعه، والله مش عارفه اقول لكم ايه، انا عايزه اعملها تاني من جمالها والله. تمام، اي حاجه تحطي عليها بقى الفحم، تنزلي عليه شويه زيت وتغطي على طول. المرحله دي تعمليها مرتين عشان اللحم ياخد نفس الريحه بتاعت الفحم وتبقى قويه فيه قوي. انا قلي بطاطس معاها ومكرونه سباكيتي للولاد عشان مش هيغمزوا بعيش. تمام، هي كانت ناقصها بس شويه سلطه شويه طحينه وكانت تبقى مظبوط بقى. تمام، الصوص بتاع اللحمة حلو جدا، وده الخيار بتاعي. الوصفة حلوة والتتبيلة حلوة، وان شاء الله جربوها وتعجبكم، حلوة بجد يعني. واتمنى الوصفة تعجبكم، وما ننساش نصلي على الحبيب، والسلام عليكم.